بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كنا بصدد بيان مسألة المعراج، وذلك قول المصنف: والمعراج لرسول الله عليه الصلاة والسلام في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلا حق. وقرأنا وشرحنا من شرحه قليلا، ثم قول الشارح: وقوله بشخصه إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقط. هذا خلاف ثان في هذه المسألة. أولا، قال بعض أن المعراج ما كان في اليقظة بل كان في المنام، وهذا القائل مبتدع، ابتدع بسبب إنكاره ما هو ثابت بالخبر المشهور أي بالدليل اليقيني. هذا هو معيار المبتدع البدعة، إنكار ما علم من الدين بالضرورة يكون كفرا. إنكار ما ثبت بدليل قطعي من خبر متواتر أو مشهور أو إجماع هذا هو مبتدع، يكون مبتدعا. ثم هناك يعني علامات للتكذيب الذي يخالف الإيمان ويخرج صاحبه عن حقيقة الإيمان، كذلك هنا أيضا علامات تجعل صاحبها من المبتدعين. هذا من قديم الزمان كان يعتبر إنكار مشروعية مسح الخف علامة المبتدع، في زماننا هذا إنكار احتفال بالمولد الشريف يعتبر من علامات المبتدع، هكذا بعض العلامات. ثم فإذا هذا خلاف ثان، هل كان بروحه أو مع جسده أم كان بجسده؟ لذلك قال المصنف بشخصه إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقط. ولا يخفى أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما ينكر كل الإنكار، والكفرة أنكر أمر المعراج غاية الإنكار، بل وكثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. فإذا هذا قول الشارح: ولا يخفى أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما ينكر كل الإنكار، يعني هذا دليل على أن المعراج كان بشخصه بجسده كان في اليقظة، وإلا ما كان داعي للإنكار غاية الإنكار. لو كان هذا في المنام يمكن أن يتصور أبلغ من هذا أو أعلم من هذا في المنام، وكذلك يمكن أن أعلم من هذا بالروح. هناك المشركون أنكروا غاية الإنكار، وكذلك قد ارتد بعض المسلمين بسبب إنكار هذا المعراج. لماذا أنكروا؟ هم فهموا من إخبار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن معراجه أنه كان في اليقظة، أنه كان بجسده، لذلك أنكروا هذا الإنكار، وإلا ما داعي هناك للإنكار شيء. هذا الذي قال: ولا يخفى أن المعراج في المنام. لو فرض أن هذا المعراج الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أو وقع بالروح فقط بدون الجسد، ليس مما ينكر كل الإنكار، ليس هناك مقتل للإنكار. لماذا كان إنكارهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرهم عن المعراج الذي وقع في يقظته وبجسده. والكفرت والحال أن الكفرت أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار. لماذا؟ لأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى هذا المعراج، هذه المعجزة وهذه الخصيصة في يقظته وبروحه، بل هو كثير من المسلمين، ليس الكفر فقط، بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. يعني بعض من المسلمين أنكر فإذا ارتد والعياذ بالله. ثم في المتن ذكر أمرا ثالثا، ما هو؟ المعراج إلى السماء ثم إلى ما شاء الله من العلا. يشرح الشارح رحمه الله هذا القول، قوله إلى السماء إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس على ما نطق به الكتاب. نعم هكذا قال البعض. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بعض تمسكوا بظاهر هذه الآية وقالوا المعراج الذي وقع في ليلة المعراج من الإسراء، وهذا كان إلى بيت المقدس فقط أو إلى بيت المقدس، مقدس أو مقدس. نعم يعني لم يكن بعده بجسده، بل الذي كان بعده بمنامه أو بروحه، هكذا قاله. ردا عليه قال المصنف رحمة الله عليه، المعراج إلى السماء أو إلى ما شاء الله تعالى من العلا حق. نعم. إذن هنا تغليب المعراج على الإسراء. لماذا؟ هذا المعراج إلى السماء، هذا هو المختلف فيه. أما الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لم يختلفوا فيه. نعم. إلا بعض هؤلاء المبتدعين الذين قالوا أن المعراج كان في المنام ما كان في اليقظة، هم قالوا يعني كله هذا من الإسراء والمعراج كلاهما كان في المنام ما كان في اليقظة. ما مع هؤلاء ما كان هذا الخلاف، لذلك قال المعراج إلى السماء. نعم. وقوله ثم إلى ما شاء الله إشارة إلى اختلاف أقوال السلف، فقيل إلى الجنة، إلى أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى السماء؟ للسماء أولا سماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة، هكذا إلى السماوات السبع ثم العرش والكرسي، هكذا ثم إلى الجنة، هكذا يعني زار كثيرا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. فإذن أين انتهى؟ فيه يعني اختلاف لسلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه، فقيل إلى الجنة، وقيل إلى العرش، وقيل إلى ما فوق إلى فوق العرش، وقيل إلى طرف العالم، يعني إلى منتهى العالم. فالإسراء هو من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب. نعم. والمعراج من الأرض إلى السماء مشهور، من الأرض إلى السماء مشهور، يعني فإذا هذان قدران يعني يبتدي منكره هنا. ثم ومن السماء إلى الجنة أو إلى أو العرش أو غير ذلك أحدنا. ثم صحيح أنه عليه السلام إنما رأى ربه بفؤاده لا بعينه، على خلاف آخر مسألة أخرى. هذا بينا جميع الأقوال في هذه المسألة صاحب الحاشية إمام عصام الدين رحمه الله، هو يقول ورؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم لربه في هذه الليلة مما أنكرته عائشة رضي الله عنها جم من الصحابة. نعم هكذا بعض أنكر، يعني هذا الخلاف وقع بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ هؤلاء الصحابة نظروا في الأدلة واجتهدوا، فأدى اجتهادهم إلى أن هذه الرؤية لم تقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
في تلك الليلة. نعم. وإثبات الرؤية منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري وعروة بن الزبير وكعب الأحبار والزهري وأبي الحسن الأشعري وأكثر أتباعه رضي الله تعالى عنهم جميعا. هم قالوا أن الرؤية ثابتة، يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج. ثم ولكن اختلف اختلف في أنه هل هو بالقلب بأن أعطي لقلبه حال البصر فرآه رؤية البصر، أو بالبصر، هكذا خلاف، يعني هل رأى بالقلب أو بالبصر. والصحيح الأول يعني رأى بالقلب، وهذا رؤية بالقلب، هذه الرؤية رؤية مساوية لرؤية البصر، لذلك قال أعطي لقلبه حال البصر فرآه رؤية البصر. نعم. إذن في الانكشاف كلاهما سواء. ثم وصحيح الأول لأن ابن عباس رضي الله عنهما صرح في بعض ما روي عنه بالقلب هكذا، وفي البعض اطلق، فالمطلق يحمل على المقيد هكذا. وجعل بعض الأئمة اللهوة فيه التوقف لأن شيئا من أدلة الطرفين لا يفيد الشك واليقين، والمسلك يقيني. نعم. إذن هنا هكذا أيضا مذهب، يعني مذهب التوقف لبعض علماء أهل السنة. نعم. ثم بعده مسألة أخرى، يعني وكرامات الأولياء حق، وكرامات الأولياء حق، يعني ثابت، والولي هو العارف بالله تعالى وصفاته بحسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. هكذا الشارح أولا عرف الولي ثم يعرف الكرامة. الولي هو العارف بالله تعالى وصفاته، بالله تعالى يعني بذاته تعالى ثم بصفاته، لكن بحسب ما يمكن، كما قال الإمام الرازي رحمة الله عليه وسائر محققي علماء أهل السنة، أن معرفة حقيقة ذاته سبحانه وتعالى وصفاته ليس من الممكنين، لذلك قال هو بحسب ما يمكن. يمكن يعني إدراك تنزيه ذاته سبحانه وتعالى، وكذلك اتصاف ذاته بالكمالات، وهكذا يمكن معرفة الأحكام على الذات، وكذلك معرفة الأحكام للصفات أيضا. لا يمكن إدراك كنه ذاته تعالى وكنه صفاته، يمكن إدراك كنه أفعاله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الرازي رحمه الله وغيره، لكن وهذا النسبي أيضا، هذا الإمكان، يعني لا يمكن إدراك كنه أفعاله سبحانه وتعالى بصورة تامة بدون بقاء أي خفاء ولا شك، بل هناك أيضا يبقى خفاء. لماذا هذا؟ لأنه غيب، لا يمكن قياس الغائب على الشاهد، لذلك لا يمكن على وجه تام، لكن بالنسبة إلى معرفة ذاته وصفاته يمكن أن يدرك أكثر بالنسبة إلى أفعاله سبحانه وتعالى. فإذن بحسب ما يمكن يدرك، يعني العارف يعرف، المواظب على الطاعات، فإذن هذه المعرفة واجب للولي يعني للمواجب، وهذه المعرفة أو هذه العلوم عن ذاته تعالى وصفاته إما يكون على طريق الكسب، هو يدرس ثم يتعلم هكذا، أو يكون يعني بالجذب من الله سبحانه وتعالى حتى يتصف بهذه المعرفة من طريق العلم اللدني. هكذا يعني طريقان، على كل حال ينبغي أن يكون عارفا بحسب ما يمكن. ثم المواظب، ينبغي أن يكون
هذا الشخص هذا العارف مواظبا على الطاعات، يعني في جميع أوقاته هو يصرف أوقاته كله في الطاعات. المجتنب عن المعاصي، المجتنب عن المعاصي هذا هو القدر يعني الواجب في صفة الولي وتعريفه. أما العصمة ليست شرطا، العصمة شرط للأنبياء. هذا المجتنب عن المعاصي هو يجتنب، وما ذلك ممكن أن يقع منه معصية أو معصيتان، لو وقعت منه معصية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه المعصية فورما وقعت، هذا هو علامته، فورما وقعت المعصية يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. نعم، ينبغي أن يكون معرضا لا يلتفت إلى الانهماك في اللذات والشهوات. هذا انهماك يعني الاشتغال به على وجه التلذذ والتشخي بجميع اللذات، يعني همه هذا، لا ينتفي في الولي ألا يتلذذ بلذة ولا يتشخي بشهوة، بل هو يتلذذ باللذات والشهوات لكن لا ينهمك بها، لا ينهمك باللذات والشهوات، هذا هو الشرط. نعم، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، المجتنب عن المعاصي المواظب على الطاعات، ثم المعرفة. فإذن ينبغي أن يكون، وكل هذا يعني مبني على العلم، أولا عارف بالله وصفاته، هذا مبني على صحة علم العقائد، صحة عقائده، فهذا يكون بعلم العقائد. ثم بعد ذلك المواظب على الطاعات والمجتنب عن المعاصي، وهذا يتوقف على علم الفقه. ثم المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، وهذا يتوقف على علم التصوف. فإذا ينبغي أن يكون الولي جامعا عالما لمسائل علم العقائد والفقه والتصوف. ثم هذا الأخير هو قاعدة مهمة، أساس عليم لعلم التصوف، وهم يعبرون عن هذا بقولهم ترك ما لا يعنيه من المباحات، يعني هذه اللذات والشهوات ليس من المنهي، ليست من المنهيات بل هي من المباحات، ومع ذلك يتركه الولي، يترك ترك ما لا يعنيه من المباحات، من الكلام، من الملبس والمطعم والمسكن وسائر التسهيلات الدنيوية. نعم، ثم هذا هو الولي. وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن للدعوة النبوة، هذا هو كرامته. كرامات الأولياء حق، هكذا عبر المصنف، وهذا يفيد أن الكرامة تكون للولي. إذن بعد أن كان الشخص وليا يعتبر الخوارق التي تظهر بيديه أو من قبله كرامة، ليس على العكس، ممكن عند بعض الناس سوء الفهم، هم يعتبروا الخوارق دليلا على الولاية، ليس كذلك، بل الولاية دليل على ما يستر من صاحبها أنها كرامة، أنها كرامة. فإذا ينبغي ثبوت الولاية أولا، كيف هذا؟ يعني ننظر هل عقيدته صحيحة في ذاته تعالى وصفاته وأفعاله، هكذا العقيدة صحيحة. ثم الولي لابد أن يكون سنيا كما بين علماء التصوف، مثلا هذا الإمام أبي القاسم القشيري بينه في الرسالة القشيرية. فإذا ينبغي أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ننظر في طاعاته ومعاصيه،
هل هو مغالب على الطاعات؟ هل هو مجتنب على المعاصي؟ ثم ننظر يعني في مباحاته، هل هو منهمك باللذات والشهوات أو يترك يعرض؟ فيثبت بهذه الأمور ولاية شخص. ثم الذي يظهر منه هو يعني كرامة نظيره في الرسول والنبي. ماذا؟ أولا ينبغي لابد أن يدعي النبوة، ويدعي النبوة يقول أنا رسول الله إليكم. بعد هذه الدعوة ما يظهر من خوارقه، ما يظهر في أيديه من الخوارق يكون معجزة لو كان موافقا لدعواه. ممكن بعد دعوة النبوة يظهر منه خارق عادة، لكن لا يكون وفق دعواه بل يكون مخالفا لدعواه، هذا يكون إهانة لا يكون معجزة. هناك قسم الإرهاصات، وإرهاصات أيضا تتعلق بدعوة النبوة. هذا رجل يعني يظهر منه خوارق العادات، خوارق العادات، ثم بعد ذلك ذاك الشخص هو يدعى النبوة وأظهر المعجزات، وبهذه المعجزات ثبتت نبوته ورسالته. فعلمنا وأدركنا أن ما ظهر منه من الخوارق قبل دعوى النبوة كان من قسم الإرهاصات. نعم. فإذا هذه كرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله، بعض يعبر من قبله وبعض يعبر على يديه، معناهما واحد، غير مقارن لدعوى النبوة. يعني لو كان مقارنا لدعوى النبوة ثم لو ظهر وفقه يكون معجزة. فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا، فما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة. هذا بيان المحترز. نعم. أولا قال ما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح، يعني ما لا يكون ذاك الشخص على ما ذكر من صفات الولي من المعرفة بالله تعالى وصفاته حسب ما يمكن، ثم المواظبة على الطاعة، الاجتناب عن المعاصي، والإعراض عن الانهماك في اللذات والشهوات. إذن لو لم يكن على هذه الأمور، لو لم يكن ما صدر من شخص من خوارق العادة بدون اتصاف ذلك الشخص بهذه الأمور يكون استدراجا. فذاك الرجل إما يكون كافرا مثل الدجال، أو يكون يعني فاسقا، إما يكون فاسقا أو يكون كافرا. ما يظهر منه من خوارق العادة يكون استدراج. استدراج يعني إطلاق الحبل له. الله تعالى يمتحنه ويختبره ويختبر ويمتحنه ويبتلي أتباعه أيضا إلى أين يضطرون هذه الخوارق. في الحقيقة هم مغترون بسبب ظهور الخوارق على أيديهم. إذن استدراج معناه يدرجهم، يمهلهم، يطلقهم. لماذا؟ لابتلائهم وامتحانهم. إلى متى يغترون يخوضون ويثقون بهذه الخوارق العادات، ثم ينهمكوا في هذه الشهوات واللذات، وكذلك يترك الطاعات، لا يجتنب المعاصي، كذا كذا. ثم قسم آخر يعني ما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة، فذلك كما قلت لو كان موافقا لدعوى النبوة، وإلا يكون إهانة. فإذا أنا أشرت إلى أنواع خوارق العادات، أولا المعجزة، ثم الإرهاصات، ثم الكرامة، ثم الاستدراج، ثم إهانة، ويبقى واحد يعني هذا معونة. المعونة أيضا من خوارق العادات قسم. المعونة يكون لعامة المؤمنين، ما يظهر على أيدي عامة المؤمنين، يعني وليس على هذه الصفات، صفات الأولياء،
من المعرفة بالله وصفاته أسبى ما يمكن. كذلك ليس عنده مغالبة على الطاعات، ليس عنده تمام الاجتناب عن المعاصي، وكذلك ليس عنده إعراض عن الانهماك في اللذات والشهوات، بل يعني هو مختلف، هو يعلم ذاته وصفاته إلى حد، هو يعلم. كذلك هو يفعل الطاعات، كذلك ليس موالبا، كذلك يجتنب المعاصي، ليس بصورة تامة، كذلك هو ينهمك في بعض الأحيان باللذات والشهوات، هكذا هذا مؤمن. في بعض الأحيان يظهر في يده معونة، خوارق عادة، هذا يسمى معونة. مثلا لو تحدى المسلمين، يعني هنا عامة المسلمين فقط، ليس هناك ولي ولا نبي، بل يعني تحدى عدو من أعداء الإسلام من الملحدين أو يعني من العقلانيين وهكذا، يعني واحد تحدى لما لإثبات صحة هذا الدين وصدقه، كيف؟ إما بالطيران في الهواء أو يعني بالدخول، يعني إلقاء النفس في النار، فهكذا تحدى، أو يعني هو يأخذ حية ويلقي على نفسه، هكذا لو تحدى. ففي هذه الحالة لو أقدم مؤمن عمي لأن يتولى تحديه ويظهر صدق هذا الدين وصحته وتولى هذا الأمر الذي تحدي به، فيقع، وهذا الله سبحانه وتعالى يعينه بهذا المحدى به ويظهر على يده هذه الخوارق العدد. فإذا لأجل هذا التعدي لو شرب السم لا يموت، لا يصيبه سم، أو ألقى نفسه في النار لا يحترق. نعم. فإذا كذلك هو يعني حرك يديه ورجليه لأن يطير في الهواء، هذا يطير في الهواء كما يطير الطائر. نعم. وهذا معونة. ثم والدليل على حقية الكرامة ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره، خصوصا الأمر المشترك. ممكن يكون أحد هذه الخوارق، أفراد هذه الخوارق أروية بطريق الآحاد، لا يمكن إثبات كل هذه الأفراد بدليل قطعي بالتواتر، لكن المجموع يكون ثابت بالتواتر. ثم وإن كانت التفاصيل آحادنا، وإلا أن الكتاب ناطق بظهورها من مريم رضي الله عنها ومن صاحب سليمان عليه السلام. نعم، هكذا في القرآن إلا كثير من خوارق الأعداد، وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات جواز ذلك، هو استدل بالوقوع. نعم. ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير الكرامة وإلى تفسير بعض جزئياتها المستبعدة جدا، فقال. نعم. سنقرأ فيما بعد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما أخطينا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا شري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.